وقبل نهاية النشرة نترككم مع هذه المشاهد للأمطار التي هطلت بغزارة في مناطق إربد والأغوار الشمالية ظهر اليوم في حالة يندر حدوثها في هذا الوقت من العام. وللحديث عن هذه الظاهرة معنا على الهاتف الراصد الجوي محمد الشاكر. محمد، احنا بشهر 6، شو اللي عم بيصير؟ نعم، مساء الخير استاذ. انا طبعا الحقيقة تأثرت المملكة نهار هذا اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي التي عملت على هطول هذه الأمطار بشكل طبعا يعتبر شديد الندرة خلال هذا الوقت العام. يوم امس تحدثنا في النشرة الجوية عبر قناة رؤية خلال ساعات، طبعا النشرة المسائية بعد نشرة الأخبار مباشرة، هناك فرصة لهطول الأمطار. صباح اليوم عبر برنامج حلوة أيضا كررنا هذا التحذير بالنسبة للإخوة في المناطق الشمالية. كان للأسف هناك نوع من التعليقات الاستهزائية من الجهات الرسمية حول هذه التوقعات، ولكن نهار هذا اليوم هطلت الأمطار بغزارة شديدة، بلغت في بعض المناطق ما يتجاوز 20 ملم في مناطق في إربد وأيضا إضافة إلى جرش وعجلون. أيضا هطلت الأمطار بغزارة في منطقة مطار الملكة علياء الدولي عصر اليوم، وسببت في تأخير العديد من الرحلات القادمة إلى المطار، إضافة إلى هطول الأمطار أيضا بغزارة في محافظة الكرك. طيب محمد، شو التفسير؟ نعم عفوا محمد، ما هو التفسير؟ تفسيره هو طبعا تأثر المملكة بما يسمى بمنخفض جوي علوي نادر، وهو طبعا نوعا ما يعتبر متأخر لمثل هذا الوقت العام، يأتي على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، تزامن مع تواجد لما يسمى بالمنخفض الجوي الهندي الموسمي. طبعا تصادف هذه المنظومتين الجويتين عملت على طبعا تشكل العواصف الرعدية وهطول الأمطار. هذه العواصف الرعدية ممكن نسميها تتغذى على ارتفاع درجات الحرارة. نعم، الراصد الجوي محمد الشاكر، شكرا جزيلا لك.